جنات استوائية، غابات مطيرة، وعجائب نباتية في مبان زجاجية عملاقة. عندما تدخلها تتصبب عرقا، فدرجات الحرارة استوائية، وعندما تتأملها تبتلع جرعة كلوروفيا بصرية، فالفضاء أمامك أخضر يتدرج في اللون والشكل. الأشجار باسقة والغصون متفرعة، والأوراق تأخذ أشكالاً متنوعة بين الشوكية والمسننة والشريطية والإبرية، تتمدد كأنها ضربات فرشاة على لوحات فنية. قد تظنون أن هذه النبتة الضخمة هي عبارة عن شجرة، إلا أنها في الواقع هي ورقة شجر عملاقة. أعرفكم على أمورفوفالس تيتانوم، هذا هو اسمها. تأتي من أندونيسيا وتعيش الآن في الحضانة الاستوائية في حدائق كيو في لندن. على ضفاف نهر التيمز في جنوب غرب لندن توجد جنات استوائية ومنازل لعجائب نباتية ومبان تاريخية تسافر بك عبر عوالم وقرون مختلفة. إنها حدائق كيو الملكية أو كيو جاردنز، التي تقع بين منطقتي كيو وريتشموند التاريخيتين. مروج خضراء شاسعة تغطي أراضيها، وتمتد على مساحة 330 فداناً، وتنتشر على سطحها أشجار باسقة معمرة، وتحيطها تحف معمارية تاريخية تحتضن بداخلها نحو 90% من مختلف أصناف النباتات المكتشفة في جميع أصقاع الأرض. هذه الحدائق الخلابة تم تشييدها عام 1759، وتجسد مراحل خاصة بفني الحدائق والعمارة من القرن 18 إلى القرن 20. في الأصل كانت حدائق القصر وغاباته ملكاً وحكراً على العائلة الملكية في بريطانيا، أسستها الأميرة أوغوستا والدة الملك جورج الثالث، التي كانت شغوفة بعلم النباتات والزراعة. والأميرة كانت حريصة على تعمير مبان ملكية بين زوايا الحديقة لتدل على عظمة الإمبراطورية البريطانية. بنت الأميرة أوغوستا أصرحة معمارية في أنحاء الحديقة لتمثل أرجاء مختلفة من العالم، فهنالك صرح يمثل قصر الحمراء ومتحف الهرميتاج، بالإضافة إلى الباغودا. هذه الباغودا تعتبر أول ناطحة سحاب في المملكة المتحدة. في الأساس هي عبارة عن مبنى ديني صيني تمارس فيه طقوس الديانة البوذية. تقف هنا في حدائق كيو كأعلى وأغرب برج في لندن عندما تم بناؤه عام 1762. تزينه تنانين مجنحة تبدو وكأنها على وشك التحليق، يبلغ ارتفاعها 160 قدما، وتمنح مناظر بانورامية خلابة في غرفة صغيرة في الأعلى، والتي كان يجلس فيها الملك جورج الثالث للاستمتاع بأروع مناظر مملكته.